ربح مبالغ ضخمة فقط من خلال الهاتف ديالكم. ضروري تطبقوا هاد الشيء. السلام عليكم عائلة افتشان، كنتمنى تكونوا لاباس باحسن الاحوال ان شاء الله، تكون اموركم كامله مزيانه. واذا كان هذا اول فيديو كتشاهدوا في القناه ديالي، مرحبا بكم في قناتي. بالنسبه للاشخاص اللي ربحوا في المسابقه السابقه ديال دعم القنوات، هاد هما ثلاثه ديال الناس اللي ربحوا. اجبروا الروابط ديالهم في صندوق الوصف، دخلوا ودعموهم. وكذلك اذا بغيتوا تشاركوا مسابقه الدعم، ما عليكم سوى تشتركوا في القناه، تفعلوا جرس التنبيهات، وكذلك تعملوا لايك لهذا الفيديو وتكتبوا في الكومنتير تم وتخليوا تعليق رائع. اليوم اشارك معكم طريقه لربح مبالغ ماليه ضخمه، حيت نهضر لكم على المجالات اللي كبار واللي فيهم ارباح كتير، وهو الاستثمار، وهو من احد المجالات الكبرى الان واللي الناس كتربح منه بزاف ديال الاموال. والتطبيق ولا المنصه اللي غنخدموا عليها اليوم هي منصه ايتورو. اكيد كل فيكم كيعرف ايتورو حيت هي شركه عالميه. اكيد اول كلمه كتخطر على راسنا ملي كنقولوا كلمه استثمار ولا تداول هي المخاطره، لكن هاد المنصه كتعطينا بزاف ديال الخيارات اللي خصنا نستخدموها بذكاء، كذلك نكونوا دارسين مزيان السوق باش ما نعرضوش راسنا للمخاطره، وباش التداول ولا الاستثمار ديالنا يكون ناجح. والمميز في هاد المنصه ليكم وهي كتدعم الهاتف، وكذلك عندها تطبيق خاص بها، يعني تقدر تستخدم هاد المنصه من الهاتف ديالك بكل سهوله. وكذلك هاد المنصه فيها العديد من الخيارات اللي تقدروا تستثمروا فيها ولا تداولوا فيها، ومن العملات الرقميه كذلك الاسهم، النفط، الذهب، والعديد من الخيارات الاخرى اللي نطرقوا لها في الفيديو بالتطبيق. والرائع انك ملي كتدخل لهاد المنصه وكتسجل كتقدر تستخدم واحد رصيد افتراضي، يعني نقود افتراضيه ماشي حقيقيه، كتقدر تستثمر بهم وتداول بهم باش كتعلم، يعني ماشي من اول مره كتحط فلوسك حقيقيا، تقدر تعلم ديك الاموال اللي كيعطيوهم لك هما. من تشوف راسك انك تعلمتي مزيان، تحط الاموال الحقيقيه ديالك وتبدا الاستثمار ديالك. واهم حاجه واللي ضروريه بزاف وهي من تجيو تسجلوا ضروري تسجلوا من رابط لاتبروف صندوق الوصف، حيت داك الرابط يخليكم انكم تستفدوا من الدعم ديال ايتورو، كذلك من النصب، وكذلك تستفدوا من العديد من الحاجات الاخرى اللي تكتشفوها من تسجلوا منه. ودابا ندوزو للتطبيق، وقبل ما نبداو ما تنساوش انكم تشتركوا في القناه، تفعلوا جرس التنبيهات باش يوصلكم كل جديد، ولايك لهذا الفيديو اذا عجبكم. ودابا يلا نبداو. مين كنفتحوا الموقع كتبنا هاد الواجهه. اول حاجه نعملوها وهي نمشيو نغيروا اللغه للغه العربيه، فهنا بزاف ديال اللغات، حنا غنختاروا اللغه العربيه، فكتبه الواجهه على هذا الشكل. نمشيو نتكيو على المربع في الاسود انضم الان باش نفتحوا حساب جديد على هاد المنصه ديال ايتورو. اللي كنحتاجوه هو اسم المستخدم، موراه البريد الالكتروني، وكذلك كلمه السر، وكذلك نعملوا لافليش على داك جوج مربعات اللي تحت باش كنوافقوا على الشروط. موراها كنعملوا فتح حساب، وكيرجع لنا حساب، وكتفتح المنصه لاول مره على هذا الشكل. موراها نفتحوا الايميل ديالنا اللي تسجلنا به ونعملو تحقق الان، ونرجعو لمنصة ديالنا ديال ايتورو باش نكملو الملف ديالنا، نعدلو الملف ونعمرو المعلومات اللي ناقصينا. فضروري انكم تكملو الملف ديالكم. هنا كنعملو متابعة، كنعمرو المعلومات اللي طالبينها منا كاملة باش كنكملو الحساب ديالنا وكيكون مزيان. موراها هاد المنصة هاد اللي كتبنا اول مره، وهي هنا الشركات العالميه، الناس اللي كتداول فيها كيبانوا لنا الاسهم ديالها واش طالعين ولا لا، كذلك البيع والشراء، جميع المعلومات وجميع الشركات العالميه تجبرهم هنا. وهنا بالنسبه للحساب افتراضي اللي هدرت لكم عليه ديجا، والله يعطيكم اموال باش تبداو الاستثمار بهم وتعلموا بهم. كما كتشوفون تحت انا دابا في الرصيد ديالنا عندنا 00 دولار، يعني من هنديروا الحساب الافتراضي هتشوف انه شحال رجع المبلغ اللي عندنا دابا، راه كيبان لكم من تحت، وهو نقدروا نستثمروا به ونتعلموا به كما قلت لكم في البدايه.
مورها نمشيو الموجز الإخباري، وهن الناس اللي خدامة في إطورو كتكتب بعض مرات شي معلومات اللي كيكونوا مهمين حسب تداولة اللي عملوها. مهم ضروري تمشيو هنا وتقراو، وكتقدروا تعملوا ترجمة للعربية باش تفهموا أكثر. مورها نمشيو للأسواق، وهنا الأسواق طبعا بحال الفيسبوك، بحال جوجل، زوم، نتفليكس، يعني إذا بغيتي تداول فيهم. وهنا كيقسموا لك الاسواق، يعني اذا بغيتي مثلا تداول في العملات كتهود تحت ولا النفط، يعني كل شيء مرتب باش كيسهل عليك انك تختار فاش بغيتي تداول. وهنا بالنسبه للافراد كيطلعوا الناس اللي عاملين استثمارات في هذه المنصه، وكذلك يمكننا نعملوا نسخ الصفقات ديالهم ولا الاستثمار ديالهم، فكيطلعوا هنا كاملين. راهي كما كتشوفوا تما مكتوبه نسخ، ودابا هنا هذه البلاصه هي ديال نسخ الاستثمارات. حتى هنا كيطلعوا الاستثمارات اللي كاينين كاملين، ونقدروا نعملوا استثمار اي استثمار بغينا. انت كيف شي استثمار من هادو، ونوريكم كيفاش نقدروا نعملوا نسخ. فكندخلوا هنا، هنا كيعطيونا المعلومات كامله، كتشوفوا استثمار فوق بالازرق كتسكيو فيها. هنا كنعملوا المبلغ اللي بغينا نستثمروا فيه، موراها كنعملوا استثمار، فهنا يعني استثمرنا. فكنمشيو للمحفظه، كيبان انه ها هو الاستثمار ديالنا، كيبان هو الاولاني، كيبان هنا واش كيتزاد ولا كينقص. موراها نعاود نوريكم كيفاش نقدروا نعدلوا الاستثمار من جديد. مجرد انكم تمشيو تكيو في الكوبي ولا تكيو في الافراد حسب الخيار ديالكم. انا تكي في الافراد. هنا كتشوفوا شي ارقام عند هاد الناس، كاين لي 4 كاين لي 6. كل ما زاد الارقام، كل ما زاد الرقم كتعرفوا انه كتكون تما يعني ريسك اكثر. ف يعني اذا شفتي واحد عنده 7 كيكون كيريسكي اكثر من اخرين. كذلك تسكي في شي واحد ونعمل فوق نسخ. ف كما كتشوفوا هنا المعلومات على داك الاستثمار ديالو، فانا مجرد ان طلع من فوقي نعمل نسخ على المربع الازرق اللي كيبان لكم تما. مي كنعمل نسخ كيطلعوا لي يعني نزيد الثمن اللي بغيت نستثمر به ولا نقص. موراها كنعمل يعني اضافه، فعرفت كنمشي للمحفظه تشوفوا ان هذا الاستثمار ديالي تزاد ولا عندي جوج. اذا بغيت نحيد الاستثمار فكنمشي لديك المربع الازرق، هنا كتجبر يعني بزاف ديال الحاجات مهمين اذا بغيت نزيد على الاستثمار. وهنا كنعملوا انهاء الاستثمار او كنعملوا ايقاف الاستثمار، مورهم كيتوقف فما كيبقاش عندنا. وهنا الرابط اذا بغينا نشاركوه مع صحابنا باش هما يدخلوا لهاد المنصه ويبداو الاستثمار ديالهم. موراها هنا نعدلوا التوجيهات، فقط كيعلموك يعني شنو تعمل، فين تكي، كذا، فحال كيوجهوك. موراها نمشيو نسحب الاموال. مثلا حنا خدمنا وبغينا نسحبوا الاموال ديالنا، كنسكيو في سحب الاموال، فكيطلعوا لنا واحد الباج على هاد الشكل هذا اللي طلع دابا. هنا كنعملوا الرقم اللي بغينا يعني جبتوه. فانا باقي هنا ما عنديش الاموال عليها ما قدرش نسحب، ولكن فقط كنوريكم باش مين تجمعوا الفلوس تقدروا تسحبوهم. كتعملوا المبلغ اللي بغيتوا تسحبوه، مراها كتعمل ارسال. هنا ايداع، بالنسبه للايداع مين انساليو التجربه ديالنا وبغينا نحطوا فلوس ونبداو بهم الاستثمار. اقل ثمن وهو 200 دولار، ضروري تحط في البدايه 200 دولار. فكتختار كذلك العمله اللي بغيتي تحط بها، واش اليو اس دي ولا الاورو. موراها كتختار الطريقه اللي تدفع بها المبلغ ديالك، كتعمر المعلومات سواء ديال البطاقه ولا الطريقه اللي تدفع بها. موراها الاسم ديالك والنسب ديالك كذلك، وكتعمل ارسال. هنا بالنسبه للاعدادات فضروري تكملوا الاعدادات ديال الحساب ديالكم، سواء اعدادات الحساب، اعدادات عامه، بالنسبه للاعدادات ديال التداول كذلك الاعدادات الخصوصيه. فهاد البلاصه هذه ضروري تكملوا الاعدادات ديالكم، وكذلك تضيفوا الصوره ديالكم. ومثلا اذا بغينا نزيدوا شي منشور نشروه مع الاشخاص اللي كاينين هنا في ايتورو، فكتكيو في القلم اللي فوقي فكتكتبوا الحاجه اللي باغينها وكتنشروها. وفقط للتذكير، ما تنساوش انكم من تجيو تسجلوا ضروري تسكيو في الرابط اللي عجبوه في صندوق الوصف وتدخلوا تسجلوا به، حيت يعطيكم بزاف ديال الميزات.
وصلنا لنهاية الفيديو، كنتمنى أن الفيديو يكون نال إعجاب ديالكم وكذلك سيفتونو بزاف. نشوفكم في الفيديو الجاي، تهلاو في راسكم وسلامة.